لكل يلي حاسبين حساب بركي جو فريق العمل. بحي المشاهدين الكرام. نحن منظمين المعرض هيدي السنة للتوالي، بتكون بأوتيل رويال بكل صالات الأوتيل الفخمة. عندك تقريبا شي 120 عارض رح يقدموا للعرسين أجمل ديكورات، أجمل العروض الموجودة. أكيد أنا بنصح كل عروس وكل عريس يزوروا المعرض، لأنه كتير رح يستفيدوا، أحما كتير يبرموا يروحوا ويجوا يصرفوا بنزين. بدك أم العريس، لأنه عادة أهل العريس يلي بينظموا العريس. أكيد كتير بيرتاحوا. رح تقدر العروس تنقي أي شيء بتعوزه فيها، تعمل كونتاكت مع كل أصحاب ستاندات. نحن خلينا نحكي شوي بالستاندات فادي، هذا الشيء اللي بهم مشاهدينا، انه يلي عم بفكر يتجوز يلي رح يلاقيه بهذا المعرض بالستاندات هو شو؟ منظمين اعراس اول شيء، ما بعرف تياب كيترينج، يعني هالامور كلها يلي لها علاقه بالعرس. اكيد في فروم اي تو زي المعرض، اي شيء بتعوزه العروس، فستان عرس، ويدنج بلانر، كروته اعراس، حتى مجلات، اي شيء بتعوزه، فينيوز، كل شيء بتعوز العروس بتلاقيه بالمعرض، ما في شيء ابدا ما بتلاقيه. يعني فعلا الزواج شو هالاندستري، اكيد يعني هو حدث مهم، اكيد مهم. ناس بترد عزايم، ناس بتنطر هالنهار، غير انه احلى نهار بحياه بركي الزوجين. بس قد في ضغط، اول شيء بدك تعمل شيء حلو، بدك تعمل شيء مرتب، بدك الناس تلفت لهم نظرهم، بدك يتسلوا، بدك ما تدفع كثير اذا فيك كمان. لبنان كنا ننظم أعراس ضخمة جدا، يعني عم بحكي بأعراس المليون والمليونين دولار، الأعراس اللي فيها آلاف الحضور، بعدهم عم بيصيروا هالأعراس؟ لبنان أنا بعتقد لازم يحطونا بمجال، لأنه هلا نحن بلبنان صار عندنا كتير إنجازات بالطب، طلع فيها بالعلم بأي شيء. هلا لبنان بيروت طلعت الدولة العشرين بالعالم، سبقت باريس. أنا بعتقد بهذا الدومين لبنان بعتقد من الأول بالعالم. الخليجي لما بده يفتخر إنه عرسه مرتب بجيب لبناني، أي بلد بالعالم. صار بلبنان كل واحد عنده عرسه صار فيستيفال، صح؟ صار اللبناني بحب ينعزم على عرس ليشوف الشوات، يشوف كل شيء، هذا اللي عم بيصير. ايه بالفعل. وهلا اذا العروس حابه تعمل عرس صغير او عرس كبير، فيها تروح على المعرض تاخذ افكار، اي فكره بدها اياها. الدخول كثير سهل على المعرض، في فالي باركينج، فيها تفوت العروس بسهوله. الدخول تقريبا بس تدفع حق الدليل تقريبا شبه رسمي، شبه كتير سعر كتير هيدا. نعم. وبيرجع أي شيء بتعوزه جوا، أهلا وسهلا بكل اللي بحبوا يجوا. دليل يلي هو إذا بدك عم ندفع دليل، يعني مش حق دخوليه بس حق الدليل يلي رح يبقى ويلي فيه أسامي وأرقام كل يلي حاضرين بالمعرض. مزبوط. وفي أشياء أكتر كمان إذا بدها تطلب شيء تاني. هل من السهل حدا ينظم عرسه؟ أنا بقول لك صراحة، بعتقد أنا إذا العروس والعريس كتير مشغولين، أهلهم أكيد بكونوا كثير مشغولين، أكيد لا أمنا سهل. بس إذا العروس عندها وقتها فيها تنظم عرسها، بس بالنهاية نهار العرس أنا بنصحهم أكيد يكون عندهم حدا عم بنسق لهم العرس، لأنه أكيد بكونوا هن منهم فاضيين. عم نشوف صور لكنا من المعارض السابقة بتصور، هيدا مزبوط. السنة الثالثة السنة الثانية مزبوط ثانية، أوكي. لا كان عمل قبل باللور رويال، ما كان كمل. أوكي أوكي. لكن سالون أو معرض رويال ويدنج فير بلور رويال بدبي، عم شوفهم آلات موسيقية. يعني عن جد وين بيوقف الإبداع لما واحد بده يفكر بعرس؟ عطول في أمور جديدة، عطول في بركي ستاندرد بدنا نعلى عنه. هلأ مثلا عم نشوف هالسيارة البيضاء، أكيد في سيارة بدها تاخد العروس، بجوز بلشنا بسيارات عادية وصار بدنا السيارة الأفخم والسيارة الأجدد. طبعا الدي جي بدنا أفضل دي جي، الإضاءة بدنا أحلى إضاءة. يعني عالم تنظيم الأعراس بتجدد كل الوقت. أول شيء لازم يضلهم متابعين الترندز الجديدة. هل نحن منثبت ترندز أو منلحق ترندز بلبنان؟ أكيد اللبناني تعرف انت شايف حاله، اللبناني خاصة بالعرس ما بيقبل يعمل عرس صغير أو هيك. أنا عم تقلي عن سيارة، أنا برأيي ما عم يكتفوا بسيارة، بدهم كونفوا، صار عم ياخذوا كذا سيارة. اليوم صار في عندك كتير أفكار جديدة بالفاير وورك، صار عندك كذا فكرة، ما بقى يقبلوا بكرسي عادية، ما بقى يقبلوا بصحن عادل، العرسين ما بقى يكتفوا، عم بحبوا يكون كل شيء فيه جديد وأفكار جديدة. أكيد هيدي من السنة الماضية تقريبا فات 7000 زائر على المعرض، كتير استفادوا العارضين بالمعرض. هل فادي هل عنا
أرقام بتقول مثلاً إنه لبنان بال إذا فيني أقول باقتصاد لبنان الأعراس شو بتكلف شو بتسوى؟ هل في عنا أرقام أو إنديكيشن بتقول إنه هيدي إندستري بتسوى هالقد مليون دولار بالسنة مثلاً؟ موجودين هالداتا؟ مبدئياً ما عندي فكرة عنها بقول لك صراحة، بس العرس والعمار أنا رأيي هولي أكتر اثنين دومين فيهم مصاريف وبيعملوا الاقتصاد بالبلد، بيحركوا الاقتصاد بالبلد. مزبوط. بعدنا عم نقدر نستقطب مثلا السواح العرب او يعني اللي عم بيجوا يتجوزوا، كنت عم تقول انه بيحبوا العرب يجوا على لبنان يتجوزوا، بعدنا عم نقدر نستقطبهم؟ بعدنا نحن بلد يعني بهمهم؟ انا قصدي العرب عم يجوا على لبنان بهمهم كثير ياخذوا ناس تشتغل بلبنان ينظموا لهم عرسهم، هيدا انا مقصدي. وكمان عم يجي عرب، لانه كثير عم يجينا اتصالات عرب واجانب بدهم يجي يحضروا المعرض كمان بالفعل. نعم. بعدين في شغله ما ذكرتها، رح يكون في السنه مطعمينا بعروض ازياء بالازوريا، رح يكون عندك شوات زفه، اي شيء بحبوا يحضروا، البروجرام موجود على بطاقه الانترنس بيقدروا يعرفوا العرسين. نعم. اي نعم. شيء بهم. والساعه 3 اليوم ببلش المعرض برعايه وزاره السياحه معالي الوزير فادي عبود. بعرف انه في كثير منظمين اعراس بلبنان بلشوا يشتغلوا بكثافه ببلدان برا، يعني لما في اشخاص لبنانيه او عرب عم بيتجوزوا برات لبنان عم بيتكلوا على منظمين لبنانيه وسبلايرز من لبنان، حتى اذا كان تركيا، حتى كان اذا قبرص او غير بلد، بنتكل على الناس يلي من هون، ما بنتكل على الناس التليان، ما بنتكل على الناس يلي الاتراك. ليش؟ هل نحن عن جد عنا خبرتنا وطريقه شغلنا افضل من الاشخاص الاوروبيه اللي بنقول انه هن بيفهموا اكثر مثلا؟ هي المبدا انه الاجانب والاوروبيه ما بحبوا الاعراس الكبيره وما بيهتموا، ما بعرف ليه لبنان بيهتم. هلا الاجانب والعرب يلي بحب يعمل عرس كبير عم يستعين كثير لبنانيه، لانه لبنان كثير مزوق بالفعل بهذا الدومين. حتى هلا انت حضرتك اذا عم تحضر اعراس تذكر ما بتشوف عرس مثل الثاني بقى. مزبوط. كل اعراس ابداع ورد عم يجوا عم ياخذوا كثير، عم بفوتوا على ويب سايت لبنان وعم يسحبوا صور لياخذوا افكار من برا من اي بلد بالعالم. نحن عندنا ويب سايت عم نعمل ستاتستيك، عم شوف من اي بلدين بكل العالم من امريكا كندا عم ياخذوا صور من عندنا. هيدا الفن بلبنان يلي عم بيصير بهذا الدومين. لكن رويال ويدنج فير بلغويال، اذا كنتوا عم بتنبشوا على ارقام على ناس ممكن يساعدوكم، او اذا بدكم الحل الكامل يعني بجوز بدكم بس شغل زياده ناقصكم بركي عريس في بتعملوا في ويب سايت؟ ليش لا؟ لا بس مثلا عريس اذا بدك هيك بتكونوا كملتوا الدوره على الاخر انه تفضلوا بتلاقوا العروس او العريس بالاضافه. مزبوط. في مره عريس كان بالمعرض سالنا قال في شيء ستاند بدي نقي عروس نتعرف. مشكله. هل الحاله الاقتصاديه اثرت على عدد الاعراس يلي عم بتصير بلبنان او فقط على الاستثمار يلي بيصير للعرس؟ والله السنه كثير في ضغط على الاعراس، كل الفانيو عم يشتغلوا اكثر من هذيك السنه، شو السبب ما بعرف. هيدي هي الشغله، هيدي السنه اللي مرقت شوي كانت اخفف من غير سنين، بس السنه هلا بدها تجي في كثير اعراس، بلشت الحجوزات بكل لبنان. نعم. هلا العروس نحن بس نعطيها فكره، في كثير ناس بيقولوا لنا طب ما خلص الموسم شو عم تعملوا هلا؟ لا هون العروس بدها تنظم عرسها لل 2014 للصيف، واذا بتحضر من هلا كثير بتستفيد، لانه اذا بدها تبلش تحضر بعد شهرين ثلاثه يمكن تلاقي كتير فانيو بطلت افيلبل. صحيح. بطل تقدر تحضر العرس، هلا فيها تستفيد من كل شيء وتقدر تختار احلى شيء بالعرس لانه بيكونوا كلهم هلا تقريبا. هلا انا ما كثير بشوف عروس مثلا رح تتجوز بعد ست اشهر ناطره مش عامله شيء انه قبل بجمعتين بحجز، اجمالا هيدا الشيء بيتحضر قبل بوقت، خاصه تفاصيل الثياب واللبس وال يعني الاشياء اللي علاقه بحضورها وبجمالها، اجمل الناس بتحب تحجز قبل بوقت بالفعل، وهذا الشيء مستحسن. لكن كنت عم بقول انه اذا كان عرسكم لخمسين شخص او اذا كان عرسكم للالاف، اللي رح تستفيدوا منه بهذا المعرض انه رح تتعرفوا على الاشخاص وعلى البروفيشنالز اللي ممكن يساعدوكم بامور معينه، يعطوكم كاستمايزيشن، هيدا اهم شغله. أكيد. شيء انتم بتحبوه، شيء انتم بتشوفوه. جريت لكينا ابتداء من اليوم الساعة 3 مزبوط للساعة 10 بالمساء. عظيم. بالليل. وإذا ما قدرتوا اليوم ما تنسوا إنه بعد فيكم بكرة السبت وأحد والأحد بقى، وإن شاء الله السنة الجاية عم نحكي أربعة أيام من الله رد. يلا جريت. رح لك جود لك. ميرسي لإلكم وميرسي للإم تي في. يور ويلكم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. ميرسي. ثانك يو. لكن رويال ويدنج فير مشاهدينا رح ناخذ بريك سريع ونكمل إم تي في لايف.